أنا اليوم عندي اعتراف خطير. بصراحة معكم حق. السيسي أنقذ مصر. إلا جزيرتين. الدنيا محكمة. العدل غايب فيها؟ ولا احنا محامين خايبين؟ هذا مش عدل. ليش هي عندها مقدمة حلوة وانا ما عندي مقدمة حلوة؟ انا مش مكمل الحلقة الا لما تعملوا لي مقدمة حلوة. ها هيا قاعد. مين اجى اول؟ البيضة ولا الجاجة؟ اذا البيضة اجت اول مين باضها؟ واذا الجاجة اجت اول مين جاجها؟ تنظيم الدولة لأول مرة يستخدم انتحاريات في ليبيا. هذا إن دل على شيء يدل أنه أبو بكر البغدادي فيمينست ويؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة. بس سؤال، الشباب بيوعدوهم البنات بشو وعدوهم؟ أختاه أكتب الإجابة الصحيحة واربحي معانا حزام ناسف بينك. إنسان ما بيعنينا وسبحان الله فاز بمنصب ما بيعنينا. لنفرض جدلا هذا الباكستاني المسلم عاش في الوطن العربي، شو حيصير؟ رح يكون مواطن درجة ثالثة وعامل درجة ثالثة، من عامله باحتقار وإهانة واستعباد، ما رح يحلم أصلاً بالجنسية عشان يحلم يشارك في العمل السياسي. أنت صديق تصير عمدة مال إحنا؟ تخسى، بس لما تصير عمدة مال لندن بصير انتصار مال إحنا. لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. امبارح كنت عم بسمع أغاني على اليوتيوب هيك راندومليز، سمعت أغنية وطنية عن محمود عباس. بهمنيش إمتى نزلت الأغنية، بس بهمني إشي واحد، إنها موجودة وعليها 17 لايك. الله معك يا عباس يا حامي أرض فلسطين. حامي أرض فلسطين؟ آخ منك آخ، وأنت بتعمل دعاية لحالك. اللي بدري بدري. الله معك يا أخي، ما حد بحبك. نتنياهو يقول لا يمكن مقارنة الإرهاب الإسرائيلي بالإرهاب الفلسطيني. لأول مرة في حياتك بتحكي صح. واحد، شكرا لأنك اعترفت بالإرهاب الإسرائيلي. ثانيا، شكرا لأنك اعترفت أن ما يفعله الفلسطينيون لا يمكن مقارنته بما يفعله الإسرائيليون. زكفة لنتنياهو، لأول مرة بحكي صح بشفافية. انتخابات برلمانية في سوريا. شوف الديمقراطي تقشعر له الأبدان. هاي صفعة قوية في وجه كل شخص بتطاول على الدكتور الطيار الشهيد 4 مرات بشار الأسد وبيحكوا عنه قمعي وديكتاتوري. هيها ديمقراطية، عمل انتخابات. أي نعم معظم الشعب السوري ما شارك، وأي نعم جماعته اللي فازوا، بس ديمقراطية حتى لو صغيرة. الصغير بيكبر، معروف أسد يعني ديمقراطية، ديمقراطية يعني أسد، موجودة في كل مكان. ها ها أسود، أنا مغمض عيوني، أسد ديمقراطية، ها غم عيوني ديمقراطية. عمليات إرهابية في كل مكان، مصر وتركيا، والمشهد الأبرز كان بلجيكا. الإرهاب عايش بيننا وبيسرح وبيمرح وبقتل، ولا كأنه في دول عظمى بتحاربه أو جيوش عظمى بتحاربه أو مخابرات عظمى بتحاربه. معقول لهي الدرجة الإرهاب قوي؟ معقول ما حدا قادر عليه؟ أو ممكن الإرهاب الحقيقي لابس بدلة وحالق لحيته وهو اللي بيتحكم بهاي الدمى الخشبية المهووسة المعتوهة اللي بتقتل فينا. برلماني جزائري يوبخ ويهزئ الحكومة الجزائرية. الشعب قالوا له مص السوسات والبيبروت شربوها الحكومة، حنا نمصوا في الريح، كي نحو هانا نوضو نبكو باسكو مسكيني مصقة في الريح. يا أخي عندك حق، عندك حق تتنرفع، عندك حق تعصب، لكن الحكومات العربية حط المواطن العربي بين خيارين، يا أما هاي يا أما فاحمد ربك على هاي. نجوى كرم شمس الغنية تضرب من جديد. شمس الغنية، شباب شوفوا لي السيناريو، تضرب من جديد ولا تضرب من جديد؟ قال كيف تقبلي تاكلي كف؟ قلت له كان علي حق. قلت له مرة يوسف صار في نوع من الاستفزاز بالكلام بيني وبينه لما كنا متزوجين، مارست عليه نجوى كرم أكثر من أنه هو كان بده زوجي، ما بده نجوى كرم، مشان هيك أكلتها كف. يلا خلص الحلقة يا زلمة، قاعدين معك. بتعرف ليش ضربتك يا أنس؟ لأنك بتستاهل الكف. سألني ليش؟ لأنك تصرفت معي كنجوى، وأنا ما بحب حد يتصرف معي كنجوى، بدي إياك تتصرف معي كزوجة. يلا تصرف كزوجة.